رايب ناجح مليار في المية، وانا بدوري ما كنستغناش عليه في الصيف، كيجي رائع، والاهم انه ناجح بلا كثرة خطوات. بالنسبة ليا غادي ندير 2 لتر، غادي ندير لتر ونصف في الطنجرة مع 4 ملاعق من السكر، نخلط مزيان ونديرهم فوق النار كيسخن، كنأكد عليها كيسخن ما كيغليش. ونصف لتر غادي نخويه في واحد الاناء، ممكن ديروا نتوما غير لتر، نصف لتر تسخنوه ونصف لتر لا. غادي ندير معاه 2 علب ديال الياغورت، انا ديما كنحضره بكميه كبيره، يلا يكفانا واحد اليومين او لا ما يوصلش. المهم غادي ندير هذاك 2 علب ديال دانون، نشوفوا دانون ديالنا والياغورت او لا الزبادي شحال عاقد واقف ماشي سائل. غادي نخلطو مزيان مزيان، والطنجرة ديالنا راه الحليب سخن باش نعرفو صايره. غادي نحطو فيه الحليب الاخر البارد، غادي نحطو يدنا، خصنا نستحملو الحرارة. انا هنيا لقيتو شوية سخون بزايد، هكا طربتو شوية بالفوي باش تحيد منو السخونية، وزدت عليه هذاك نصف لتر اللي فيه دانون مخلط معاه. غادي نخلطو كل شيء. هنايا دابا حصلت على 2 لتر في المجموع كامل، لتر ونصف سخن ونصف لتر دوبت فيه دانون. غادي نحرك مزيان مزيان، غادي نحيد 1 2 كيسان باش نشوفو كاين الناس اللي كيبغيو يديرو في الكؤوس. غادي نحيد 2 كؤوس وهو باقي دافي، يعني غير خلطو مباشر غادي نديرو في الكؤوس، وغادي نغلفو بالفيلم اليمونتير، وحتى الطنجرة غادي نغلفها بفيلم اليمونتير مزيان هكا باش تبقى شادة سخونية. وحتى هادوك الكؤوس غادي نغلفهم حتى هما بالبلاستيك الغذائي باش كيشدو السخونية. غادي نحط عليها حتى واحد الغطاء، ونحط عليهم واحد التوب، واحد المنطقة اللي تكون مهم تسخنوه مزيان مزيان. انا صايبته بالليل وخليته حتى الصباح، صايبته مع 11 ديال الليل، والصباح كيكون واجد لانه اصلا كاين الجو سخون، وتسديت الكوزينه فجا هذاك. المهم الصباح الصباح انتم كتشوفوا عاقد وشاد راسو، طبيعه الحال ما غاديش نحيدوا عليه الفيلم اليمونتير حتى كندخلوه للثلاجه، وكيبرد وكيوجد لينا. عاد احنا كنحيدوا الفيلم اليمونتير بالقياس اللي كناكلوه. انتم هنايا جيت باش نوري لكم ونقدم لكم راه ناجح مليار في المية، غير تبعوا الطريقة سهلة وبسيطة، غير الحليب ما يغليش لينا وما يكونش سخون فوق القياس.